السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو اللي راح نعمله هو أنه راح نطبق الشروحات النظرية الماضية لحتى نبني أساسيات للعبة بلاتفورمر بسيطة. أرض أرض وجدار ولاعب بتحرك وبقفز وبوقع، تمام؟ طيب هاي اللي هو ملخص بسيط للشروحات اللي شرحتهن. إذا مش واضحات يعني بحط روابط الفيديوهات تاعت الشرح اللي هن اثنين داخل وصف هذا الفيديو، فبتقدروا تشوفوهن براحتكم بالتفصيل الممل. خلينا نبلش، بدنا نبني اللعبة أو يعني أساسيات اللعبة للعبة بلاتفورمر. عندنا إيش بالأول؟ يعني هاي عندي هذول الأجزاء الرئيسيات وبدبلش في بنائهن. أنا دبلش في اللاعب. وين اللاعب؟ هاي اللاعب، خليني أبلش في بنائه. تمام، أنا فتحت مشروع داخل جودوت ومشروع فارغ، فخلينا نبلش. عندي إيش؟ مشهد امبتي فارغ، شوفوا هيو امبتي ومش مسيف كمان، يعني لحتى تعمل واحد جديد فايل نيو سين، هاي صار عندي اثنين فاضية زي هيك، ممتاز. هسه البلاير شو المخطط تاعه؟ على رأسه كينيماتيك، داخله سبرايت، داخله كوليجين شيب. نيجي هنا كاستوم، بقدر ادور عليها تدوير، شوفوا يعني بقدر اجي ادور عليها تدوير زي هيك، لكن ما دام عارفين الاسم نكتب كينيماتيك. شوفوا شو طلع عندنا، عندنا طلع واحده بدون 2D واحده مع 2D، تاكدوا انه مختارين 2D لانه احنا بنشتغل في 2D، ممتاز. داخله ايش في سبرايت؟ طبعا لاحظوا في سبرايت 3D وهيك، احنا ايش سبرايت هون، يعني انتوا لاحظوا بشكل عام احمر يعني 3D وازرق يعني 2D بشكل عام. فهي وجواتها ايش كمان؟ طبعا لاحظوا هسه انا نضاف عندي السبرايت، لو اجي واكبس اد تشايلد نود كوليجن شيب 2D، لاحظوا صار عندي الترتيب زي هيك. هذا الترتيب خطا، تمام؟ ليش هذا الترتيب خطا؟ لانه طلعوا احنا شو اللي حكينا الترتيب اللي لازم نستعمله، الكينيماتيك والسبرايت والكوليجن شيب، تمام؟ لاحظوا انتم هون الكينيماتيك والسبرايت، بس هون داخل السبرايت اللي هو الكوليجين شيب، احنا لا، الكوليجين شيب والسبرايت على نفس المستوى، هاي مزيوحة على الداخل ازاحة اضافية، فبمسكها وبزتها زي هيك. او من الاول بتأكد اني مختار الرأس، بعدين باجي هون اد تشايلد نود كوليجين شيب 2D، تأكدوا انه زي هيك. بس بتلاحظوا ظل هون في علامة تعجب غريبة شوي، صح انه احنا ضفنا عقدة وبتحكي لنا عن الحدود الفيزيائية لكن ما حكيناش شو هي الحدود. خلينا نعين الحدود، باجي هون بختار انا عقدة الحدود، بكبس هون وفي عندي كل هذول الحدود بقدر اضيفهم. انا بدي مربع، هاي اضفت مربع، هاي اللي هي الحدود الفيزيائية. شوفوا كيف طبعا ولو انه ما في صورة، ماشي، ولو انه الصورة لسه ما حددتها اصلا، لكن الحدود الفيزيائيات موجودات. خلينا نيجي نحدد الصورة، بختار عقدة سبرايت، بمسك الصورة اللي تيجي داخل كل مشروع جودوت فاضي وبحطها، شوفوا هي طلعت عندي الصورة، تمام. هسا شوفوا معاي الحدود الفيزيائية أصغر بكثير من الصورة، ما بدناش هذا الحكي، فبدي أجي على الكوليجين شيب أكبس عليه، يعني هي شوفوا، وبقدر أحرك زي هيك أكبر وأصغر الحدود الفيزيائيات، لكن أنا ما بديش أستعمل هذا الأسلوب، بدي أجي هون أكبس على هاي نفسها، مش على الزائد، مش على السهم اللي للأسفل هذا، لا، بدي أكبس على هاي نفسها، بطلع عندي خيارات، أنا عارف شو الأرقام اللي بدي إياها، 30 ب30 تيجي على القد زي هيك. هسا هذا المشهد، مشهد شو؟ مشهد للاعب، فإيش بدي أعمل؟ بدي أسمي الرأس تبعه لاعب، بلاير، ممتاز. نيجي هسه هون عندنا ايش السبرايت، بدي اغيره شوي يعني عن الصوره الاساسيه، ايش بدي اعمل؟ بدي اغير اللون، فبدي اجي على الفيزيبيليتي موديوليت وهي اغير اللون، احطه هيك على اخضر شوي، ممتاز. هي هيك صار عندي مشهد للاعب، لكن هذا مشهد للاعب لكن مش محفوظ، فخليني يعني هسه لو اطلع من البرنامج وبدون لا احفظ بروح علي. فهي فايل، اي مش فايل، سين، سيف سين، سماه بلاير، ممتاز. هي سيف، هي صار عندي مشهد للاعب، ممتاز. طيب هسه خلينا نيجي مشهد ثاني، هي مثلا اطلع منه، هينا سين نيو سين زي هيك. فهينا هيك هسه بعد ما خلصنا من بناء اللاعب، اللي بدنا نعمله هسه انه نبني جدار وارض. طلعوا هي هون جدار وهي هون ارض. هسه شو تركيبه الجدار؟ انا كاتبها هيها هون، عندنا ستاتيك وداخله سبرايت وداخله كوليجن شيب، تقريبا نفس اللاعب يعني، لكن الفرقيه الوحيده انه هون ستاتيك وهون كينيماتيك. ستاتيك هي عقده مبنيه يعني داخل جودوت، ويعني وظيفتها انه تعطي تصرفات فيزيائيه لكن بدون اي حركه بالمره، يعني
فيها تصادمات، يعني الكينماتيك بيصطدم فيها عادي بدون أي مشاكل، لكن ما بتدعمش الحركة أبدا، وهذا هو اللي إحنا بدنا إياه. بدناش الأرض تتحرك وبدناش الجدار يعني إنه يتحرك يعني. تمام، ممتاز. فهي خلينا نرجع على محرك جودوت ونبلش في بناء الأرض. طيب شو اللي بدنا إياه بالأول؟ حكينا الرأس بده يكون ستاتيك، فهي ستاتيك. طبعا ستاتيك بادي 2D، نتأكد مش انها ال 3D. 3D يعني احمر، 2D يعني ازرق. وداخليتها في سبرايت، هي اضفنا السبرايت. هسه انا باجي وداخلها ايش في عندي؟ كوليجن شيب 2D. طبعا لاحظوا هون عندي نفس الخطأ كمان مرة انا عملته. شو هو؟ داخل السبرايت في كوليجن شيب، هاي عندنا خطأ. الكوليجن شيب اللي هو حد فيزيائي لازم يكون فوق الحد الفيزيائي بشكل مباشر، لازم يكون ايش؟ لازم يكون يعني جسم فيزيائي، جسم نوع فيزيائي. هل السبرايت جسم نوع فيزيائي؟ لا. طيب لو مثلا جيت يعني واضفت، احكي كمان ستاتيك بادي هيك، ولو انه هذا الحكي مش منطقي، لو حكيت جيت وحطيتها زي هيك، هل هيك تحت بعض صحيح؟ كمان لا، هيك خطأ. ماشي، هيك خطأ. ليش؟ لانهن هن جنب بعض مش تحت بعض، هن جنب بعض. شوفوا هن نفس الازاحة، فلازم يكون دائما الحد الفيزيائي إزاحة واحدة أقل من، يعني إزاحة واحدة للداخل مقارنة مع الجسم الفيزيائي، فلازم أمسكه وأحطه هون. طبعا هسه لاحظوا علامة التعجب راح تختفي، هسه شوفوا هاي راحت علامة التعجب، فهيك شغلنا صح. طبعا داخل السبرايت ما بدنا جسم فيزيائي ثاني، يعني لأنه يعني مش ظابطة ومش منطق يعني، ومش تخطيطنا أصلا. تخطيطنا إحنا إنه زي هيك. فهي هسه الكوليجن شيب حطيناه. هاي شو هسه بدنا نسميها؟ فلور يعني أرض. بدي احط لها صورة هسه مشان نشوفها، يعني بحمل هاي الصورة وهي حطيتها. بدي هسه اصغر الصورة، ايش بسوي؟ بكبس زي هيك، بقدر احرك وانزل، بس انا بدي بعد ما كبست على هاي وبحرك وبنزل، يعني ايش اللي بدي اعمله؟ بدي اكبس إلد وانزل زي هيك، بصير اقدر احركها بهذا الشكل. فهي نزلتها. طيب انا عارف شو الرقم اللي بدي اياه، فبدل اقعد اعملها هيك معايرة بالعينين يعني، لا بدي اجي هون ترانسفورم، في خاصية سكيل على الواي بدي اياها 0.5. هسه ظل عندنا ايش؟ تذكروا الكوليجن شيب احنا اضفنا العقدة لكن ما اضفنا الحد. فهي نيجي كوليجن شيب نيو ريكتانجل شيب، شوفوا هاي طلعت عندنا. شوفي هسه نقدر نحددها زي هيك، هاي اللي هي الحدود الفيزيائية هسه. ممتاز، بس انا عارف شو الارقام اللي بدي اياها، هاي 30 وهي 15. تمام ممتاز. هسا نيجي سين سيف سين، شو هيدا نسميها؟ فلور أرض. فهي احفظناها نيو سين. هسا بدنا يعني هيك خلصنا الأجزاء، هسا بدنا نبني الليفل. الليفل شو بده يكون؟ ليفل للعبة 2D، فهي خلي الرأس 2D كمان. شو بدي أسميه؟ ليفل. ممتاز، خلينا نسيفه ولو إنه فاضي. هاي سين سيف وهي ليفل سيف. شوفوا صار عنا في ثلاث مشاهد. هسا باجي بقدر امسك يعني الفلور، احط هاي فلور، هاي كمان فلور. شوفوا بقدر احطهم جنب بعض، هاي كمان فلور. طبعا هسه طلعوا شو بدي اعمل؟ بدي اجي اعين هاي واسحب كمان فلور. هسه هيك راح يصير عندي خطأ. شوفوا لو اجي واحرك هاي راح يصير اني اتحركن مع بعض. تمام، فليش اذا هاي مشكلة عندي؟ ليش؟ لانه انا حاطط هاي داخل هاي، لانه حاطط الفلور جوا الفلور ثلاث. فشو بصير لما عين فلور ثلاث بتحركن مع بعض؟ احنا ما بدنا يعني يكون في قطع ارض طابعات لقطع ارض ثانيات، لا، كل قطعة ارض بدها تكون مستقلة عن الثانية. هسا يعني بشكل مرئي صعب انه احط الارض هيك يعني جنب بعض، يعني شوفوا مثلا لو احطهن زي هيك بتلاحظوا صار في عندي فراغ في الحدود الفيزيائيات. انا ما بدي يكون عندي فراغ في الحدود الفيزيائيات. بذكركم بالنسبة للحدود الفيزيائيات على الاكس هون 30، تمام 30 هن. طيب هسا في طريقة اسهل لحتى نحددهن بدل نحطهن بشكل مرئي زي هيك. شو هي؟ باجي بالاول بكبس على view، بعدين show grid. لاحظوا طلع عندي مربعات. هسا باجي بحرك، اللي بدي اياه ايش يصير؟ انا انه كل القطع يصير اللي بحركهن يتحركن على المربعات. فاهمين علي كيف؟ يصير يتحركن على المربعات. طيب فشو بدي انا؟ بدي اجي واكبس على القفل. شوفوا هي هيك صرت اكبس على القفل، صار ان هيك كل القطع شو مالهن يتحركن على المربع، بس بتحركن على المربع. شايفين كيف؟ فهيك هيهن بيجن جنب بعض بشكل كامل. طيب لو بدي اغير حجم المربعات، هذول المربعات شايفين هذول المربعات الصغار، ايش بسوي؟
باجي هون جنب القفل، باجي بكبس على هذول الثلاث نقط configure snap. شوفوا مثلا لو بدي احطها طبعا هون على الاكس اللي هو الحجم المربع الصغير، وهون على الاكس حجم المربع الصغير، هسه المفروض المربعات يكبرن. شوفوا هاي المربعات صارن اكبر، تمام ممتاز. فهي هيك بنينا احنا قطع الاراضي، وهيك المفروض انه يكون ما في اي بعد بيناتهم. هي شوفوا طلعوا مثلا فش مسافة بين الحدود الفيزيائيات، لانه الحدود الفيزيائيات عملتهم انا يمين شمال 30، فلما احرك المربع زي هيك بيجن فوق بعض بالضبط، لانه ال 15 تقسيم 2، لانه ال 30 تقسيم 2 15، تمام. هس هي هيك صار عندي قطعة ارض كاملة، تمام. هس شو بدي؟ قطعة ارض ثانية وبعديها بحط اللاعب. طيب هسه للترتيب يعني، لانه لو بدي اضيف كمان اربعة، شوفوا طبعا بدي انبهكم لشغله، لو تختار واحده وتكبس كترول ودي بتصير تقدر تحركها، يعني تطلع عندك واحده زياده زي هيك، تمام. او تيجي كبسه يمين وتختار دوبليكيت تطلع عندك كمان واحده زي هيك نسخه، ممتاز. هسا انا شو اللي بدي اياه؟ لو اجي اعينهن كلهن بكبس على الاولى بعدين شيفت وبعدين للاخير وبعدين كترول ودي، شوفوا صار عندي فيه كثير هيك وعجقه يعني، فهذا انا ما بديش اياه. هي ديليت نودز، بدي انا يعني يكون مرتب شغلي اكثر شوي. ايش بدي اعمل؟ بدي احط نود 2D اللي هي هاي نود 2D فارغة، بس يعني بتحكي لي انه عندي اشياء 2D داخلها. ايش بدي احط؟ بدي امسك كل الاراضي واحطهن هون. ايش بدي اسميها هاي؟ بلاتفورم. طيب هسا لو بدي اجي انا، هسا انا بديش احرك مثلا البلاتفورم وحدة لحالها، يعني هسا لو اجي اكبس هون تتحرك هاي لحالها، لا انا ما بديش هذا الكلام. طيب طبعا كترول وزد لحتى اتراجع عن يعني عن الكبسة هاي، انه عن الحركة تراجع، كترول وزد هاي تراجعت. انا بدي انه لما اكبس على اي وحدة من هذول يتحركن كلهن مع بعض، ليش؟ لحتى يصيرن قطعة كاملة. فهي هذول كلهن داخلها، الاراضي داخل البلاتفورم اللي هي فاضية، بدي اعينها واكبس على القفل. شوفوا هي كبست على القفل. هسا شو مالها هاي البلاتفورم؟ هذول الاربعة صارن هيك مع بعض. هذولا طبعا انا بدي اعيد استخدامهن مثلا اماكن ثانيات بالليفل. ايش بقدر اعمل؟ او ايش بقدر اعمل؟ بقدر اعمل كبسة يمين عليها ودوبليكيت، او ايش بسوي؟ ديليت كترول دي، وهي طلعت عندي واحدة ثانية. طبعا هذا اسلوب جيد ومليح، لكن في عندي مشكلة صغيرة. انا هسه لو بدي اغير مثلا لون واحدة منهن، شوفوا بس مثلا لو بدي اغير لون واحدة منهن، هاي الالوان فيزيبيليتي، لو بدي اغير لون واحدة منهن هتشوفوا هاي تغيرت بس هاي ما تغيرتش. هذا الحكي انا ما بديش اياه، بدي اياهن يكونن مرتبطات مع بعض بما انه الاراضي بعيد استخدامهن بشكل كبير. فايش بدي اعمل؟ هاي هون لاحظوا هاي عندي كاملة، كبسة يمين سيف برانش اس سين، احفظ هاي كمشهد. هون هاي حكى لي بده يسميها بلاتفورم دوت تي اس سي ان، تمام ممتاز. هاي حفظها هيك كمشهد، تمام. طبعا هسه لو جيت انا مثلا وعملت نيو سين وعملت كل هذا الحكي، انه يعني وعملت كل هذا الحكي اللي هو نود 2 دي وسميتها بلاتفورم وحطيت الاراضي جواتها وهيك، هذا بزبط كمان، لكن انا حبيت اوريكم اسلوب ثاني لبناء المشاهد. فبشكل الاشياء يعني مثلا وبعدين بعمل سيف برانش اس سين، بصير هاي كلها عبارة عن مشهد كامل. هسه هذا المشهد، تمام، هاي اخترت الرأس انا، هسه هذا المشهد باجي بقدر احطه، صار عندي هاي مشهدين، تمام. هسه لو اجي على هذا المشهد، يعني هاي انا هسه داخل المشهد البلاتفورم، داخل ملف البلاتفورم، تمام. لو اجي واغير لون هاي فيزيبيليتي مثلا، حط لي هاي غامقة شوي هيك، تمام. طبعا اعمل سيف سين، ارجع على الليفل، شوفوا شو صار، تلونت الثنتين مع بعض، وهذا هو الهدف اللي انا بدي اياه. هاي هيك صرت بقدر اضيف اراضي، خليني احط كمان شوية مسافة بيناتهن، تمام. هسه ايش ظل اخر جزء للليفل هذا لحتى ينتهي؟ اللي هو اللاعب. فهي خلينا نبني اللاعب، ممتاز. هي حطينا اللاعب، نيجي نكبس هون. بتلاحظوا انتو انه مزيوح شوي، انه يعني مش مبينات، مش مبين الليفل شو اللي اللاعب بيشوفه، هذا اللي اللاعب المفروض يشوفه. الحل طبعا بسيط، يعني لو ترجعوا لتحت شوي، بس ثانية بس ازيح هاي لتحت، هاي طلعوا. هسه في عندكم هذا المربع البنفسجي شايفينه، هسه كل اشي بشوفه اللاعب داخل المربع البنفسجي هذا. طبعا بنقدر نغير المربع البنفسجي ونحركه هيك، لكن
هذا الحكي لبعدين، مش ضمن الأساسيات. فأنا بدي أعين كل شيء أنا عملته، بقدر أعينه من خلال مربع أو بقدر أعينه من خلال زي هيك، باجي زي هيك وهي بحركن، شوفوا هسه إيش بده يصير. هذا اللي اللاعب بيشوفه تمام، وهذا هو اللي إحنا بدنا إياه. هسه طبعا لو تلاحظوا باجي بحرك يمين شمال فوق تحت، ما بصيرش إشي، لأنه بكل بساطة إحنا لساتنا ما برمجناش اللاعب تمام. فبدي اخلي البرمجه انا تكون لجزء ثاني، يعني تكون لفيديو ثاني ان شاء الله. بالفيديو الجاي بنبرمج اللاعب. تنبيه بسيط بدي اقول عنه، هسه شوفوا هاي الحاله اللي بجوز تشوفوها غريبه شوي. هيني انا داخل مشهد الفلور، شوفوا لو تيجي هون ماشي، لو اجي هون واحط ترانسفورم تمام، لو اجي هون واحط ترانسفورم واحرك مثلا هاي 30 للأسفل، شوفوا الجسم الفيزيائي صار مبتعد عن الصورة نفسها. طيب هتشوفوا لو أجي وأسيف وأرجع للليفل، شوفوا شو صار عندي، صارت عندي هاي المشكلة. فدائما بشكل عام، دائما بشكل عام ما بدناش هذا الحكي. يعني أنا اللي بفضله إنه يكون الجسم اللي هي الحدود الفيزيائيات مساويات للصورة. يعني هسا لو اللاعب يجي يوقع بيظله نازل نازل نازل، هون بيوقف هون، مش بوقف هون. انا اللي شايفه منطقيا انه يوقف هون، فايش بنعمل؟ صفر. لازم نتاكد انه العقد الداخليات تمام، هاي الراس، لازم نتاكد انه العقد الداخليات، نيجي ترانسفورم والبوزيشن شو؟ صفر صفر طبعا. وبالنسبه للكوليجن شيب السكيل لازم كمان ما نصيبوش، اذا بدنا نغير الحدود الفيزيائيه لازم نغيره من خلال هاي، نختار الحد الفيزيائي اللي بدنا اياه ونغير ارقامه من خلال انه نكبس عليهم زي هيك او من خلال الدوائر هذول اللي بيطلعن تمام. يعطيكم العافية.